كرمونا. نعيش حاجة زوينة. بالنسبة للمعتمرين هانتوما. هذه يدوية مطرز. هذه بعشرة ريال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت الخواتات كذلك أمهاتي الغاليات، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بالصحة والسلامة وطول العمر باش ما كتمنوا. إن شاء الله اليوم إن شاء الله غادي يكون تتمة الفيديو في سوق الكعكية للجملة. شاركت معكم الجزء الأول، اللي ما شافوش يرجع يتفرج باش تستفدوا أكثر شيء. بالنسبة إن شاء الله اللي يجي يدير عمرة أو الحج بإذن الله، الله يتمم على الجميع باش ما كتمنوا إن شاء الله يا رب. تقدينا من عنده، شوفوا هذا المحل راه ولي كنتقدم عنده، كيدير لي ثمن زوين، وحتى ان شاء الله حتى اللي جا من القناه ان شاء الله راه يفرس عليكم. شوفوا الكحول راه خدينا هذه النوعيه هي زوينه كما كتشوفوا معايا الخوت. بالنسبه لهاد العطورات، فيه مسك طهره، فيه العود. المهم بالنسبه لي ما بغاش ياخذ غير مسك طهره لحالو، تقدروا تشكلوا بين العود ومسك طهره عادي، يشكل لكم على كيفكم. فيه مسك الابيض، فيه مسك الفراوله، انواع واشكال تقدروا تشكلوا كما قلت لكم. عطيه تشكيله غير. شوفوا انتم تبارك الله، راه محل راه كبير، دي ديالكم تبارك الله، اللهم بارك. شي كامل تقدينا من عندهم مباخر ديكوراتهم، هو قلت لك ما عندهمش كاع. شوف هذا، عطيني ديكور هذه، طلع لي وحده هذا الموديل. ايوا شوفوا هذا الموديل كيف عامل، مره حلو مغاير، تحط في المجلس ديكور روعه. شنو هادي تاعي؟ هادي بعدين على معلق تتعلق كذا. يلا. بالنسبة للمحل مقابل مع التمور المدينة في الدور الثاني، شتوها انتم ما شاء الله، حتى التمر العجوة كلشي ما شاء الله عند هاد المحل. المهم تقدينا الهدايا كلها، حتى التمر تقدينا من هنايا. هاد التمر كيجي ما شاء الله محشي باللوز. ابو عطيني كيف تعاود بخمسة ريال. الأساتذة شو كيف تعاود؟ لي ماريا. خمسة ريال، ماريا الأندلسي. بعدين تمر من أجواد من هذا كم الكيلو؟ هذا الكيلو على 40 ريال سكعي ما شاء الله. هذا؟ وهذا 45 مجدول. والعجوة؟ العجوة على 35، ولا في نوع جيد فاخر؟ هذا الفاخر الجودة العالية الفاخر على 50 الكيلو. هذا صفوي على 30، مجدول سكعي على 40، عجوة على 35. وهذا المشروف. شوفوا عندهم يعني 30 ريال، 25، 40، 30. هذا زبيب، افضل زبيب. هذا فول سوداني 30 ريال، كاجو 50، فستق 50. اسعار تمام، ما شاء الله يعني تمام مناسب. حلويات على 25، 20، 30 الى حتى 120 الى 150. القرنفل 80، حبه سوداء نوعية جيدة صح؟ القرنفل، القرنفل هذا درجة ثانية. اي ما شاء الله تمام. التمر 30، 40 اسعار تمام. الله الله، وهذه العلبه كم هذه حق العجوه؟ على 30 ريال بس. 30 اسعار تمام ومناسبه. هذا عجوه المدينه ما شاء الله. 20 من عمي شيله. شوفوا التمر لبان عماني. اي الدرجه الاولى صح؟ الدرجه الاولى. هذا لبان ذكر صحي، لبان ذكر صحي، وهذا لبان اكله، وهذا مستكه. شوفوا شوفوا هذا اللبن ذكر حق الاكل، باش تفهموا بين الاكل وحق هي حق الاكل، وهي حق الماء، حق الفول الصحي، اللبن الصحي. شوفي بالنسبه للناس اللي عندهم سرطان كيستخدموه. السيده وهذا انواع العسل اليماني. هذا العسل اليماني ما شاء الله، صدر درجه اولى. خلاص اعطينا واحد. شوفوا ما شاء الله هذا المحل توا في الدور الثاني، غنتقدموا مع عنده السجادات. المهم هنا بغيت نوضح لكم بالنسبه للسوق الكعكيه للجمله. بالنسبه للناس اللي كيمشيو يشتروا الهدايا، سوق الكعكيه كتي غتشتري بكميه، يعني كيف بكميه يعني الكرتون، الكرتون كتكون فيه 12 حبه، بحال شكل عندنا في المغرب كنشتروا بالجمله، كتقام رخص. بحال شكل الناس اللي كيبغوا يبيعوا كيشروا بالجمله باش حتى هما يكون عندهم واحد المكسب. راه بحال ما هكا، ملي كتشري بالجمله كتقام لك ارخص من القطعه او قطعتين. وهنايا الشنط مع السجادة. شوفوا هنا 10 حبات ب 70 ريال، يعني الحبة كم حسبتها؟ 7 ريال. ب 7 ريال، شوفوا بثمن ديال الجملة، في محلات أخرى كيبيعوها ب 10 ريال، هنا بثمن الجملة، يعني مثلا إذا كان ثلاثة حريم تفارضوا تاخذوا درزن، قلتي كم فيه حبة درزن؟ الدرزن يجي 12 ب 90. 12 حبة. حبات ب 70. شوفوا ما شاء الله. وهي أشكالها. الشكل اللي تبغون. جملتها يعني بالكمية. إيه. 6.5. بستة ونص يعني. وفي كم فيها درزن؟ الحبة يعني. يعني الحبة بستة ونص. شوفوا لو تبغون الحبة تجيكم ستة ونص،
نفس السجادة نفس الشنطة ما شاء الله انتم. شوفوا هذه بأربع ريال بالنسبة للناس اللي ما يقدروش يشتروا أشياء كثيرة عندهم، هذه رخيصة، نفس السجادة نفس الشنطة. هذه بعشرة ريال، شوفوا ما شاء الله. كتكتبوا الأسامي؟ حتى لو بغيت يكتبوها بأي مكان. أيوا شوفوا تبارك الله، هذه بعشرة ريال. طيب وريني حق 15 ريال. شوفوا ما شاء الله هذه راه نوعيتها جيدة بعشرة ريال. نفس هاي، نفس هاي هذا يعني 15. شوفوا ما شاء الله هادو، هادي ب 15 تلقوها في محلات اخرى ب 50 ريال. كما كتشوفوا انا متواجده في الدور الثاني، السوق في ثلاثة ادوار. هادو راه كيكونوا ب 8 ريال حتى 7 ريال. افتح افتح ناخذوا هادو. هادو راه كيتباعوا بالثمن ديال الجمله. ما يتغير لونهم؟ لا تركي تركي. وهادو ما عندك بدون قزاز؟ هذه قزاز فيها فوق. ما نبغى قزاز عشان ما تتكسر. كلها قزاز. وهذه حق اللي مكتوب فيها اسم الله. هذه اللي زي حق الشوربه حماك الله. ايوه بكم هذه؟ 15 صغير، عندك الكبير ب 25. هادو كم صغارين؟ 45. شوفي 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 عندنا الحبة ب 45. كيفي خاصة ياسين قال الحبة هادي؟ 15. ما يتغيرش اللون ديالهم؟ لا يتغير اللون؟ على حسب، فيها ب 20 فيها ب 40 ب 35. ترى في محل خاص بالساعات بالثمن ديال الجمل. المحل اللي جينا ليه ما شاء الله زوينين، في الكعبة فيهم مدينة منورة. بكم الدرزن هذا أخي؟ الدرزن 15. شوفوا الدرزن ب 15 كان فيه 12 حبة. ما شاء الله انتم اشكال تجنن للهدايا انتم. عطيني عطيني الدرزن ديال هذا الله يسعدك، والدرزن ديال هذه شوف. هادو راه زوينين تاخذو من حق الوليدات. شوفوا هذه فيها الكعبة، هذه مصور فيها مسجد النبوي مدينة منورة. ما شاء الله اشكال كثيرة بالنسبة لهذه اللي كتكون خفيفة، وفي سجادات كذلك خفافين. 25 30 هذا ب 20 ريال. شفتوا حلوه للاولاد في ما شاء الله هدايا واشكال. وهذا كم؟ شوف 5 ريال. كما كتشوفوا هذه لو خدناها بالجمله تقمعينا ارخص. شفتوا هذو اللي قلت لكم صراحه زوينين، خدينا منهم نيت الوليدات توزعهم الحاجه الوليدات الصغار. شوفوا نتوما اللي غنتفداو، خدينا المسابيح كتختاروا اللون اللي بغيتو ويحسبوا لكم بالثمن ديال الجمله. شوفوا هنا كيبيع ب 2 ريال. حسبتوا لي ب 20 ريال. اصلا ما خصناش نديروه هنا. من اخذت الشنطه غتجمع فيها الحاجه كل شيء مره واحده. السجاده هنايا غادي ناخذوا السجادات وغادي نكتبوا فيها الاسامي ان شاء الله غنشارك معاكم. المهم انتم معنا، غنشارك معكم كل محل غنمشي نتقدم منه وغنشارك معكم المشتريات اللي غنشترو. خدنا هاد السجادات كتبنا فيهم الاسامي، وغناخدو نوعية اخرى ما غاديش نكتبو فيها الاسامي. وانتم معنا الوينات زوينة اللي اخترتي احمد فاطمة زهرة. واه صافي. ايه هي وتبغى هاد اللون؟ نفس اللون. لا مو نفسه. نفس محمد نفسه؟ لا مو نفسه. ايوه مو نفسه، نبغى نفسه. ايوه شوفوا هذا المعرض خاص بالعبايه. شوفوا هذه مرحله التلوين. بالنسبة للخوات اللي كيسولوني على المحل اللي خدت منه السجادة حجر الأسود، خدت من هذا المحل
ما شاء الله راه كيبيع حتى هو بثمن الجمله، وعنده اشياء كثيره بالنسبه للزينه للبيت. غتشوفوا معايا كلشي في الفيديو، راه اي حاجه ما كتلقاش في السوق كتلقاها عنده. واحد طالع يجيب الاشياء، ما شاء الله النيره الاسعار. هذه يدويه مطرز، هي كم هذه؟ نحسب لك ب 1800. ايه ثمن جمله؟ لا هذه ما هي جمله، اكذب عليك. شوفوا هادو السجادات، شوفوا هذه سعرها جمله 8 ريال. شوفوا الجمله ب 8 ريال هذه 66. المهم رقم المحل هم 66. الله يعطيك العافيه. هذا هو المحل 66. المهم جينا تقدينا عندهم السجادات بالثمن ديال الجمله. انتوما عنده اشكالات كثيره، وفي هذه اللي كيبغوا السجاده كتكون كذا. في عنده هادو بكم؟ هادو التعليقه هذه على 8 ريال. مقام سيدنا ابراهيم، وفيه ركن اليمني، وفيه ايوه ما شاء الله. هذا هو المحل اللي كتسولوني على السجاده، هذا الرقم ديالو 66. راه هو اللي كنتقدم عنده، ما شاء الله اسعار الجمله في الدور الاول. هذه شوفوا ما شاء الله السجاده بثمن ديال الجمله، في اشكال وانواع. شوفوا مطرزه 50 ريال جمله. في انواع واشكال، تبغون حجر الاسود، تبغون مقام سيدنا ابراهيم، حجر اليماني، ما شاء الله شي حاجه اللي زوينه، وشي حاجه اللي هديه فخمه، السعر مناسب. قلت لي هذه ب 70؟ هذه ب 70 سعر الدرزن، لكن الحبه تختلف عن الدرزن. المهم كما كتسمعوا صاحب المحل ايش قال لكم، اذا اخذتوا بالقطعه كتنحسب عليكم ب 90، اذا اخذتوا بالجمله تنحسب عليكم ب 70، يعني فرق كبير. المهم بالنسبه للناس اللي كيجي يديروا عمره وكتكون مجموعه، تقدروا تتفاردوا وتاخذوا بالثمن ديال الجمله، وكل واحد ياخذ له قطعه، كتبقى ذكرى من هذه الارض المباركه، وديروا لها كادر وتعلقوها في بيتكم. المهم حتى هذه ديال القران تكتبوا فيها الاسامي. كم حسبت هذه؟ هذا القران مع السجاده مع الكتابه حسبت لها 20 ريال 30. 20 ريال. شوفوا النية ابتسام، وهنا راح يكتب لنا مريم. ما شاء الله عطينا كمية كثيرة تبارك الله. هاد الوينات كتكلسونو تختاروا الوينات اللي تبغون زي ما عملنا حنايا. شوفوا الوينات اللي اخترنا، تبغون سجادة كده بدون مصحف عادي، حنا اخترنا بالمصحف. سجادة مع القرآن الكريم، وريني القرآن يا أخي. هذا وسبحان الله.